منو ما يعرف عطور أحمد المغربي؟ أتوقع غني عن التعريف، من أقوى العطور وأفخمها وأسعارهم وايد حلوة. أول شيء بكلمكم عنه عطر لا ثاني، ما بعد ثاني، من أقوى العطور عند أحمد المغربي وب 175 درهم فقط. أما إذا تبون العطور الفخامة اللي تشل الدنيا شل ريحتكم بتنشم على بعد كيلو، هذا العطر أولي الأمر على 325 درهم، تميزين بالدخون والعود اللي عندهم المعطر. عندكم هذا العود اسمه أساطين، كان سعره 200 درهم صار ب 160. بوكسات الهدايا بعد وفروا لكم ياها وبأحلى الأسعار. شوفوا هالبوكس كامل في عطر وزيت للجسم وللشعر، وعندكم بعد للملابس والدخون، والشيء اللي وايد حلو وحبيته هالسجادة حق الصلاة. هالبوكس كامل تقدرون تقدمونه كهدايا 350 درهم فقط. الاختيار الأنسب أنكم تأخذون من عندهم أجود العطور وأحلى العطور. العطور عندهم تبدأ أسعارها من 60 درهم ل 300 درهم، تو الحين وصلهم. وايد حبيتها، ريحتها فرنسية ثابتة وفواحة وقوية، وتجننوا فقط على 175 درهم. إذا تبون الدهن العود الأصلي بعد عليكم بأحمد المغربي، هذا الدهن العود الكلكاسي. هذا العود عود هندي أصلي، التولة منه على 157. العطور اللي صورناها اليوم متوفرة في كل الأفرع، ولكن أنا اليوم موجودة في فرع الديرفيلز مول.